كما أطالب بالتزام العدو الإسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها وتنفيذاً للقرار 1701 كاملاً. من حق أهلنا أن يعودوا إلى أرضهم وبلداتهم ويعيشوا بسلام. نحن مع أهلنا في الجنوب والبقاء والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة، وسنواكب أوضاعهم ونعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة إلى مناطقهم. لبنان يستحق منا جميعا كل جهد وصبر وإيمان بأن الغد سيكون مشرقا ومفعما بالرجاء وتضامن جميع أبنائه. نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل، شرط أن نضع خلافاتنا الظرفية جانبا ونطلع إلى المستقبل بثقة وأمل. إخواني، أريد أن أقول كلمة من القلب إلى كل المواطنين في لبنان لنأخذ العبر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية ونستعرضها سويا ونرى نصف كوب الماء الذي هو ممتلئ. أولا أتحدث عن الاحتضان الذي حصل بين اللبنانيين. الكل كان يراهن على فتنة وعلى عدم قبول الآخر، فرأينا في كل المناطق على رغم اختلاف الأوضاع الاجتماعية وصعوبة الوضع الاجتماعي كيف كل اللبنانيين احتضنوا بعضهم البعض بكل محبة، وخاصة في المناطق التي ربما كان البعض يعتقد أنها من الصعب أن تستقبل الآخرين. فهذه عبرة يجب أن نأخذها أن لا شيء يفرق بين اللبنانيين. الأمر الثاني الجيش والدور الذي يقوم به، حيث حتى الآن 46 شهيد من الجيش من عدد الجرح الذي تم إصابتهم. فالجيش اللبناني يقوم بواجبه بأصعب الظروف. الأمن الداخلي في لبنان كان مستتبا خلال هذه الفترة استتباب كامل نوعا لما نحن نمر به. الصحة والقطاع الصحي والشهداء والمسعفين الذين أصيبوا خلال واستشهدوا وأصيبوا أيضا خلال هذه المرحلة. القطاع الصحي الذي تجاوب مع كل الظروف التي مرت، وكما تعلمون لدينا أكثر من 15,000 جريح، كان القطاع الصحي قادر على استيعابهم وتطبيبهم على المستوى المطلوب. أقول أيضا نأخذ مثل مطار بيروت الدولي والاستمرار بالعمل به، وهذه تجربة يعني أعني أنها ممكن أن تكون مثمرة في المستقبل، وهو التعاون الذي حصل بين إدارة الشرق الأوسط والحكومة اللبنانية، حيث قدمت الحكومة ومجلس وزراء كل ما يلزم للشركة من أجل الاستمرار بمهامها إضافة إلى تأمين الأمن في المطار. وهنا لابد لي أيضا أن أشكر إدارة الميدل إيست بشخص رئيسها وشخص كل الموظفين فيها من ملاحين ومضيفين ومضيفات ومهندسين وعمال الذين يقومون بأعمال اليومية في طيران الشرق الأوسط على شجاعتهم وإصرارهم على أن يبقى هذا المرفق شغال بكل مدى الكلمة من معنى. أشكر أيضا القطاع الخاص، حيث لاحظنا أن خلال هذه الفترة توافر المواد كانت دائما موجودة في الأسواق اللبنانية ولم ينقص شيئا، فهذا دليل أن القطاع حيوي وحي دائما. أشكر المؤسسات، ألفت النظر للمؤسسات الأهلية التي تعاونت مع الدولة وقامت بواجبها كاملة، وهي عديدة، وقامت بكل إخلاص من أجل مواجهة موضوع النازحين بهذه الظروف الصعبة. التضامن الوطني كان واضحا عند الجميع بهذا الظرف.